يعني بحياتي ما كنت متخيل انك انت ممكن تحب. لك هي شغله ظريفه انا ولك حلوه تركنا سعد مع اخوه ومشينا احنا. بتعرف شو يا عروب؟ عن جد ما بعرف اذا انا حابب اتجوزها لجريتا عن جد ولا لا. هلا انا لك اهلين بست الكل. هلا يمه شوفي امي اهدي شوي ما عم بفهم عليكي. الله اكبر. يلا طولي بالك. يلا جاي جاي لعندك جاي لعندك. نص ساعة بالكثير بكون عندك. اهدي شوي. باي. شوفي ولك يلعنوا لحظي يا زلمة. يلعنوا لشو لحظي؟ ايدك على 500 ليرة بدي اخذ تاكسي اطلع لبيت اهلي. صاير سيل جارف بيوت الحارة كلها ومن ضمنهم بيت اهلي وامي بالطريق عم بتولول. يا لطيف يا لطيف. بس كأنه انا ما معي غير 350. سيك ليك شوف ما معك غير 350 بدك تنضرب على قلبك تتزوج. ولك نحنا خرجنا نحب. نحنا خرجنا ناكل هوا سيل. حتى الخير بحياتنا خير. تلعنوا لحظي ما بكفي تسع اولاد من يوم يومنا مشردين او عايشين خمسة عمرنا واجار وعلى السطح. يا رب هلا بيجي السلم. يا رب روح المشفى لو تشرشح هيك. صباح الخير. صباح صباح النور. لك وينك المدير عم بتلطش عليك من الصبح؟ شو صاير معك؟ ليش هيك؟ مو رب العالمين بحبنا وبعد مطار الحمد لله سلت بيت اهلي. كم طابه؟ يا شو بعرفني كم طابه؟ 10 طوابق. ما قلت لك اذا عندك حدا يشتري كم طابق؟ بيتنا كلياته كم بلوكه وشويه تشمينته ضعف التراب من تحته بفعل السيل. الحمد لله اللي لساته عم يتعمر لانه لو كان ساكنينه كانوا نزلوا تحت الانقاض وراحت عليهم. شبه المديره؟ شو شبهها؟ مثل العاده جاني بجنانها وبدها كبش في دم. اللي دوري انه هالطلاب ما بيعرفوا ينضبوا بالصف وما يدروا حدا اللي تاخرت. اعطيهم للآذنة خليها تغسل لك اياهم. لا ولا ما تشرجنا هلا بخمسين ستين ورقه. لك لا ما تحطوا لك عم نقعد عليه شي بدل ما تزعلوا رفيفه. امسكي لقلي. نعم ساعدينا شوي. نعم خلص هون. ايه يعيدك عيد. الله يخليك ما حدا يعطينا محارم نسحبوه. نعم يلا انا رايحه وصي على الاكل. يلا ها هي حنفوت لعند المديرة قبوطه معطر. شو بدكم تعملوا؟ بشو؟ مشان البيت. لك يا ستي هي أول مرة بنهدل لهم بيت. هي أول مرة بنهدل لهم بيت بفعل الطبيعة. الحقيقة شي اليهود شي البلدية شي. لك أنا بعرف بدهم يرجعوا يعمروه بس الحقيقة ما بعرف إذا بدهم يرجعوا يبرطلوا ويرشوا من أول وجديد. ليش حتى يرشوا؟ مخالفات. يلا ادعولي حاكم مو وقتها هلا اتقلع. عن جد عم بحكي كأنه انت ما دعيتي لي. لمصلحتك ما دعيت لك. انا اي شيء بدعي له بصير عكسه. موافق. واذا بدك ادعي علي كمان بيصير. انا شو بدي اقول لاهالي الطلبه واساتذتهم كل يوم الثاني غايبين؟ بدهم يقولوا لي عم نحط مصاري ونبعت اولادنا مشان يسندوا الحيطان؟ حط حالك محلي. الطلاب بلشوا يشتكوا معهم حق. هن جايين لهون ليتعلموا مو ليتركوا لوحدهم. انا كمدرس لازم كون قدوه. لازم كون قدوه بالاخلاق وبالانضباط. لازم كون قدوه بكل شيء. فيك تقلي من وقت تعيينك لهلا كم مره اجيت على الوقت؟ لا تفكرني ما بعرف بس انا بحب اعطي دائما فرصه تانية لك. حتى ما عم تخلي لي مجال اتعاطف مع ظرفك وهي عم تاخذ معاش ما بيحلم فيه اي استاذ باول تعيينه. اعطيتك اياه لاني بحب اعطي دائما الافضل مشان اخذ الافضل لانه دول اخ هالكم ليره صارت الافضل. يلا احنا الفر لا كله ولا الاخلاق. وتضل سمعت مدرستي فوق بالاخلاق وبالانضباط لانه عندي اياهم اهم من التعليم. الاخلاق اهم شيء وكلمه الست نجمه ما بتصير تنتين عندك. جاوبني معي حق ولا لا؟ طبعا طبعا استاذه معك حق. انا شرحت لك شو الظرف. اي ظرف هاد؟ لك انت مربي وانا مامنه فيك. لك الراعي ما بيترك غنماته لحظه براس بيته مشان ما يفلتوا ويهربوا
بقى كيف انت الاستاذ؟ ونعم التشبيه. انا كمدرس يا رب يستر على عرضك. وعدت امك لاخر شهر تعطيها 10,000، تحمل شوي معلش. بعدين عم توصلني اخبار عن سلوكيات ابدا ما برضاها بمدرستي. شلون؟ انا ما صدقت هالحكي واعتبرت هالحكي كله فاضي، مشان هيك ما فاتحتك فيه. بس اليوم رجعوا فاتحوني بالموضوع وخايف الموضوع يكبر كتير، مشان هيك بدي توضيحات. اي موضوع؟ قالوا انك، استغفر الله العظيم، قالوا عم تتمسخر على الحجاب وانك ما بتآمن، وهذا الحكي قلته قدام الانسات والاسات. انا قلت اني ما بآمن؟ انا قلت لهم انه في سوء فهم، مشان هيك بدي اياك تعتذر وتقول لهم انه ما كان قصدك. بس انا ما حكيت اي شيء مسيء. بعدين مو من حق اي حدا يشكك بايماني او يشكك بعلاقتي برب العالمين. استاذي عمرو، اذا هالصيت طلع عليك انا ما بخسر شيء، كل ما هنالك بقول لك الله معك، بس صدقني ما رح تلاقي حدا يشغلك. بقى اعتذار لائق وتقول لهم انه ما كان قصدك، يعني بعتقد انه بيمشي الحال. بعدين يا استاذ، إيه ما في انضباط بدرسك بنو؟ كيف بده يصير في انضباط بدرسي يا استاذي وانا ما فيني ارفع صوتي بوش واحد من الطلاب مشان ما اجرح له احساسه؟ امبارح كان في صبيه اسمها آية، حكيناها كم كلمه لانه كانت عم تعلق مسكه وشوي تاني رح تقعد بحضن رفيقها، اجت امها تاني يوم طرقتنا بهدله وعملت لها محاضره بالاخلاق وبالتربيه الحديثه وصارت تهددني وتتوعدني برا. شلون يا استاذي انا بدي اضبط صف طلابه اصلا ما بدهم يتعلموا؟